انطلقت أول ناقلة نفط عراقية تبحر من ميناء خور الزبير في البصرة محملة بكمية من زيت الغاز تبلغ 10 ملايين طن لتأتي ضمن مساعدات إنسانية تهدف إلى دعم القطاع الصحي في القطاع المحاصر. هذه البادرة الإنسانية تأتي بتوجيه من رئيس الحكومة العراقية محمد الشيع السوداني لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يكابد ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. هاي التوجيهات اجت بناء على دعم اهلنا في غزة لما يتعرض الى هذا الشعب الجريح من عدوان غاشم. ان شاء الله احنا جاهزين, كل القطاعات جاهزة للمساعدة في حالة صدور الأوامر من الجهات العليا. الناقلة العراقية المحملة بزيت الغاز تعد الأولى التي تنطلق من معني البصرة إلى غزة لتعكس التزام العراق بدعم الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يمر بها. كما أشرف مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية على حملات دعم للشعب الفلسطيني نظمت من قبل حتى تتتوج اليوم بإبحار هذه الناقلة وسط ظروف جوية قاسية. توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة ومن خلال مجلس الوزراء العراقي بإرسال مادة الغاز إلى الشعب المحاصر في قطاع غزة. اليوم نحن في خور الزبير وفي الناقلة الوطنية ومن خلال الناقل الوطني الباخرة العراقية بغداد محملة بعشرة مليون لتر من مادة الغاز باتجاه قناة السويس من أجل إيصالها بعد ذلك إلى هن المحاصرين في قطاع غزة. يأتي هذا الدعم في أعقاب تخصيص الحكومة العراقية أكثر من 2 مليون دولار أمريكي لدعم سكان غزة بالأدوية والأغذية فضلا عن تسيير دفعات من المساعدات الغذائية عبر مطار بغداد لتنتقل إلى مصر وتدخل برًا إلى قطاع غزة. مصطفى شمري، التغيير الفضائي، مدينة البصرة.